ان الناس دي اول مرة هنعرف عنها حاجات كتير قوي. ان سبحان الله انت اشتغلت وعملت اللي عليك، ربنا يهيئ لك بني ادم. كنت بتذاكر ازاي بقى؟ يعني الطالب نفسه يعرف شريف المصري ده كان بيذاكر الانجليزي ده ازاي؟ وتيجي انت فجأة كل الناس بتنصحه. انا كان عندي دايما مبدا ان التدريس تفاعل، التدريس متابعه، وكنت بقول ان انا اخر حاجه اكونها ان انا اكون مدرس، يعني دي مش في بالي خالص. بص ضحكه ازاي؟ ضحكه كده. بص على فكره مش سالكه، هيبقى نفس الانطباع. مش سالكه. لو هتقول روشته نجاح للطالب الفيزياء في حل المسائل، انا واخد الدنيا كلها شمال. بصتك هي اللي بتخلينا نروح ناحيه الشمال. لسه جاي. طيب شريف المصري. شريف بتسال؟ شريف المصري لسه قايل انك متخانق من اسبوع في الشارع. مفيش نجاح بيجي من فراغ. طبعا. انت نجحت من فراغ؟ قول لي نجحت ازاي؟ مش عايز اقول لك ان دي كانت النقله في حياتي. النقله اللي هي حسيت. ثالثا بقى الطالب نفسه احيانا ضميري يأنبني جامد ان انا يعني ازاي يجي مستوى اسئله ما بقاش انا بعرف الطلاب عليها. ان شريف المصري حصه تسميعه فيلم رعب. ليه بقى؟